نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. القضية من أعظم القضايا التي تعرض لها القرآن هي قضية أن الإنسان حال ابتلاء حال ضراء كالمنقطع في البحر أو في البر أو المريض أو ما أشبه ذلك ما يضطر إليه العبد ويجد نفسه في حالة شدة يتضرع بالدعاء، وهذا حتى كثير حاله حتى كثير من أهل الإشراك تضرعون إلى ربهم جل وعلا، لكن الله جل وعلا أخبر أن كثيرا من عباده إنما ينقلب حالهم بعد تضرعهم بعد أن تنجلي البلوى ويكشف الله الضر ويرفع الله ما الكرب، يكون منهم تغير في الحال رغم أنهم في حال الاضطرار كانوا يتضرعون إلى الله تضرعا شديدا. وتأصيل هذا علميا أن يقال كالتالي: يجب أن يعلم أن الناس جميعا مهما تباين حالهم ففقرهم إلى الله واحد، فقرهم إلى الله واحد. طيب، فالذي على لوح منقطع به الأمر في عرض البحر لا يجد إلا لوح، حاجته إلى ربه جل وعلا كحاجة من يجلس بين أهله وأبنائه وذويه وعصبته في بيته، الحاجة واحدة. لأنه لا حول ولا قوة لأحد إلا بالله، فهذا إذا أراد الله ينفعه لوحه، وهذا إذا أراد الله يخذله من حوله، فالحاجة في حقيقتها واحدة، الفقر إلى الله واحد، لكن الإنسان إنما يعرف هذا الفقر إذا انقطع وإذا اشتد به الكرب وأضحى به الحال اشتد تضرعه إلى ربه جل وعلا. والله جل وعلا هذه القضية كما قلت عالجها كثيرا في آيات عظيمة. قال الله في الأعراف: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قال الله: فتعالى الله. قال الله: فتعالى الله عما يشركون. وقال جل وعلا في يونس، أي في سورة يونس: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. قال: تباركت أسماءه في الإسراء: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر عرفتم وكان الإنسان كفورا. والإنسان هنا الألف واللام لام الجنس، أي هذا الأصل في الإنسان. فإذا تبين للعبد أنه في كل أحواله فقير إلى الله جل وعلا تأدب مع ربه بعد رفع الضر، تأدب مع ربه بعد كشف البلوى، فكان كشف البلوى ورفع الضراء وإغاثته من الحال التي كان عليها يجب أن يكون أعظم دافعا وأجل سببا في زيادة الطاعة والإيمان والتقرب والازدلاف إلى ربه تبارك وتعالى. وهذه حقيقة غابت تماما عن المشركين الأوائل، ولذلك الله جل وعلا كما بينا في الآيات كما ذكر الله في القرآن بينت وذكرت حتى يتنبه عباد الله الصالحون وأولياؤه المقربون إلى خطر هذا الأمر، فيكون منهم بعد رفع الضر عظيم الأوبة والإنابة إلى ربهم تبارك وتعالى. الشيخ صالح، هل يعني هذا أن الإنسان يستمر على هذا الاضطرار الله عز وجل يعني في حال الحاجة؟ لا شك أن يكون أحوج. نعم، لكن المقصود يعظم الشكر. أيوة، يعظم الشكر، لكن نعم. الله نعى على أولئك الذين يقول الله عنهم مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. يعني تناسى تلك الأيام الخوالي والأحوال السابقة والأمور كلها تناساها تماما كأنه لم يلجأ إلى الله جل وعلا طرفة عين. ولهذا قال الله في الإسراء لما قال: وإذا مسكم الضر في البحر قال أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، أي أن حاجتكم إلى ربكم في البحر كحاجتكم إلى ربكم في البر. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر
ويرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه أي البحر تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. هذا كله من تأديب الله جل وعلا لعباده وأوليائه. جعلنا الله وإياكم ممن ينتفع بالقرآن. اللهم إن في تدبيرك ما يغنينا عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي حلمك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. فاللهم تولنا بولايتك وأكرمنا بكرمك وعاملنا بحلمك واعف عنا بعفوك.